يا هلا بكم احبائي المشغلين في حلقة جديدة، واليوم راح نحلل الحلقة الثانية والسبعون اللي شاهدناها مع بعض، وكانت فيها معارك قوية حصلت في هذه الحلقة، حتى اننا في النهاية رأينا ان الجيمان تقابل مع رجل المرحاض الاسترو، ويبدو انه كانت في معركة قوية. فاليوم راح احلل معاكم هذه الحلقة، لكن قبل شيء يا جماعة الخير راح اشاهد معاكم مقطع من احد فانزات دافوك بوم واسمه سبيدر روند. يا جماعة الخير هذا المقطع راح نشوف فيه مين راح يفوز، الجيمان ام رجل الاسترو. فبدون ما اطول عليكم لا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد، ولا تنسى ايضا تشترك في القناة ودعمكم الاسطوري يا جماعة الخير، وخلونا نشاهد هذا المقطع مين راح يفوز الان على طول. طيب بسم الله يا جماعة. اوكي، هذا رجل المرحاض الصغير قضى عليه رجل الاسترو طبعا. بلع، والله انه بلع. اوكي راح نحضر الان الجزء الثاني من الحلقه الثانية والسبعون، الجزء الثاني. يلا يلا يلا، قامت المعركه. اوكي شحن طاقته الجيمي. مين راح؟ ها؟ اوه لا 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 لا. اوكي 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 اوكي، اخذ طاقته ورمى عليه. والله ان عنده طاقه خارقه الرجل الاسترو. يلا اختفى، والله راح يبلع شكله الجيمة، راح يبلع اليوم يا جماعه. الله الله، والله انها بلا 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 بلا. رجل الاسترو ما عنده منافس، قاعد يضحك عليه. قوي 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 مره الجيمة، ما عنده حل. اوه فعل الدرع، انا نسيت انه عنده درع. طيب 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 طيب، والله معركه قويه يا جماعه الخير. يلا ابلع انت وليزراتك المعفنة دي. اوه لا لا لا، راح يقضي عليه الان. يلا مين مين مين؟ اوكي ليزرات اللي في عينه يا جماعة الخير، ما يستسلم من الجيمة. مين مين جاء؟ اوه رجل الاسترو ذاك، رجل الاسترو الصغير اللي كان حابب يقضي على الجيمان المزيف. ولعت يا جماعة، كأني من جد اني شاهد الجزء الثاني، كأنه الجزء الثاني. شكله تدمر الجيمان، الجيمان تدمر يا جماعة الخير. عطل كل، والله انهم قضوا عليه، قضوا عليه. اوه ليزر احمر، مين اجا؟ زعيم السماعات، زعيم التلفاز، زعيم الكاميرات حضروا هنا، تدخلوا في المعركة. اوكي كأنهم هم اللي راح يقضوا على الجيمان. رجل الاسترو انفجأ، الجيمان قاعد يضحك. ليش قاعد تضحك يا شيخ؟ لن اخسر امام الضعفاء. كما توقعت يا جماعة المعركة راح تكون مرة قوية، لكن السؤال هنا يا جماعة الخير، ليش الرجل الاسترو قاعد يتضارب مع الجيمان؟ يمكن انهم في الاثنين مراحيض يا جماعة الخير. فذكرتم لي في التعليقات انه رجل الاسترو يريد الانتقام من الجيمان من الحلقة الستين، ما ادري ليش يا جماعة الخير، مع انه كلهم رجال مراحيض، حتى رجال الاسترو يا جماعة الخير يعتبرون من رجال المراحيض. ولكن اذا كان مخترع المراحيض هو اللي اخترع رجال الاسترو واخترع الجيمان، فيمكن انه رجال الاسترو يريدون الانتقام او يريدون قتل الجيمان، لانه سحب على العالم في الحلقات الماضية ولم يقاتل معه ضد زعيم التلفاز، فلهذا السبب يريدون قتله او يريدون يعني الانتقام منه، لانه قام بخداع مخترع المراحيض. هذا ممكن يا جماعة الخير، لكن هذه الحلقة يا جماعة كانت تجري لما كان الزعماء يقضون على المخترع المراحيض، فهذا يعني يا جماعة الخير انه الجيمان كان خارج المنطقة ورجل الاسترو كان يتواجه معه الان.
فيمكن أن زعيم السماعات وزعيم الكاميرات وزعيم التلفاز أنهم يأتون إلى هذه المنطقة قبل أن يقوموا بالعراك أو قبل أن تبدأ المضاربة بين الجيمان ورجل الأسترو. يمكنهم أن يأتوا إلى هذه المنطقة، يعني ما راح تحصل معركة بين رجل الأسترو والجيمان، لأننا رأيناهم في تلك الحلقة لما قضوا على مخترع المراحيض أنهم سحبوا على المنطقة هذه أو اختفوا وذهبوا. يمكن أنهم يذهبون إلى هذه المنطقة التي كانت تجري فيها المعركة هذه. ولكن الإجابة على سؤال من سيفوز في هذه المعركة، يمكن أن رجل الأسترو يتمكن من القضاء على الجيمان، لأن رجل الأسترو مرة قوي وعنده حركات يعني خفيفة، يمكن أنه يتنقل من منطقة إلى منطقة، وعنده أيضا القدرة على السيطرة على الهجمات التي رأيناه في الحلقة لما تبارز مع الزعماء جماعة الخير. رأيناه أنه أخذ طاقة زعيم الكاميرات ورجعها إليه، وأيضا أخذ سيف زعيم التلفاز ورجعه إليه، فهذا يعني أنه يمكن أن يصد جميع هجمات الجيمان ويمكن أنه يقضي عليه. فهذا رأيي يا جماعة الخير حتى الآن. فدعونا نحلل هذه الحلقة حبة حبة ونشوف إيش الأشياء الغريبة الموجودة هنا. فأول شيء يا جماعة الخير، المنطقة اللي كانت تحصل فيها هذه الحلقة أو كانت تحصل فيها هذه المعركة هي منطقة عسكرية، لأننا نرى فيها المراحيض يلبسون خودات وعندهم معدات عسكرية، حتى أننا نرى فيها أن هذه المنطقة كان موجود فيها مروحيات يا جماعة الخير. وإذا ركزنا هنا يا جماعة توجد دبابة، إذا ركزنا هنا توجد دبابة هنا خلفهم، وتوجد يعني سيارات حربية، حتى أننا إذا ركزنا يا جماعة الخير هناك شخصية قائد هذه المنطقة أو شخصية كوموندوس يا جماعة الخير، وإذا ركزتم في دبابة هو راكب حرفيا فوق دبابة يا جماعة الخير، هنا في الأسفل في عجلات دبابة في مدافع حق الدبابة، فهذه منطقة عسكرية حق المراحيض. وأهم شيء في هذه الحلقة يا جماعة الخير هو ظهور العنكبوت حق الكاميرات يا جماعة الخير، فهذا العنكبوت ظهر في الحلقات القديمة إذا تتذكرون يا جماعة الخير، وكان يقاتل معهم حتى أنه كان يقاتل الجيمان في الحلقات القديمة، ولكن كان ضعيفا نوعا ما، لكن الآن حصل على تطورات كثيرة هنا يا جماعة، حتى أن شكله يا جماعة الخير إذا تركزون هنا العلامات في 4 مصابيح زرقاء وفي مصباح أو في كاميرا زرقاء، يعني يشبه العلامة التي كنا نراها في مختبر الكاميرات، فهل هذا يعني أنه كان في تلميح لهذه الشخصية؟ ما أدري يا جماعة. لكن الغريب في هذه الشخصية أن عنده طاقة تشبه طاقة مركز زعيم الكاميرات، انظروا يا جماعة الخير يعني قاعد يشحنها وبعدين يرميها على الشخصية هذه، فهذا يعني أنه رجال الكاميرات قاعدين يتطورون من أسلحتهم وقاعدين يحصلون على طاقة كبيرة. وأنا رأيت شيء غريب في هذه الحلقة يا جماعة الخير، بعد القضاء على رجل الشرطي هذا يا جماعة الخير وأخذوا سلاح المنجل، يعني إذا ركزتم هنا يا جماعة في شخصية رجل هنا واقف هنا، فأنا أتوقع أنه هذا الرجل هو العميل السري، هو حاضر في هذه المنطقة يمكن يا جماعة الخير، أو يمكن أنه إحدى رجال الكاميرات الذين كانوا يعملون مع العميل السري وكانوا يختفون، يعني الذين كانوا يلبسون البدلات الخضراء، لأنه حرفيا هو واقف وسط المعركة ولم يحصل له شيء يا جماعة الخير، يمكن أنه العميل السري. وبعد ظهور الجيمان في هذه المنطقة رأيت شخصيات مرة كثيرة أتت معه، وهنا نرى شخصية التي تبارزت أو التي قتلت عملاق الكاميرات في الحلقات الماضية التي كانوا في المصعد، فهي نفسها يا جماعة الخير نراه هنا لابس نظارات، فهو موجود مع الجيمان. ورأيت أيضا أنه في يعني مروحيتين تحمل حاويتين يا جماعة الخير، إذا ركزنا هنا في مروحيتين تحمل حاويتين، لأننا رأينا في الحلقة 71 كانت موجودة مروحية واحدة فقط تحمل حاوية، فهنا نرى أنه يوجد مروحيتين وحاويتين، فإيش موجود في هذه الحاويات؟ يمكن أنه يوجد شخصيات جديدة أو يمكن أنه يوجد سلاح مرة خطير في هذه الحاويات، ويمكن أنه الجيمان يستخدم هذه الحاويات للقضاء على الأسترو أو للقضاء على الزعماء. وهذا كان تحليلي خفيف ظريف عليكم، يعني رأينا ايش راح يصير في الحلقة الثانية او الجزء الثاني من الحلقة 72. وبس يا جماعة الخير كون سعيدا لكي لا تكون حزينا، ولا تنسونا مدعكم الاسطوري طبعا، والسلام عليكم ورحمة الله.